اليوم رح نحضر كيكة الأناناس. أول شي رح حضر الكراميل صوص يلي رح صبه بقلب القالب الكيك وحط فوقهم حبات الأناناس. هون عندي تقريباً كوب سكر بدي كرمله. هيك الكراميل صوص صار جاهز، هلأ بدي صبه بقالب الكيك. حبيت الكراميل بقالب الكيك، هلأ بدي استعمل الأناناس المعلب. نشفتهم كتير منيح وهلأ بدي صفهم بقالب الكيك. نحضر خليط الكيك. هون عندي السكر، رح ضيف عليهم البيض مع الفانيلا واخفق هون لتقريبا 5 دقايق. رح ضيف الحليب والزيت وكمل خفق. رح ضيف الطحين مع البيكنج باودر وكمل خفق. خليط الكيك صار جاهز، هلا بدي صبه بقالب الكيك ودخله على الفرن على درجة حرارة 180 لتقريبا 45 دقيقة.